اوكي بسانتي رح نحكي مع دكتور أما صدقة اللي هي طبيبة عيون عن كيف فينا نهتم بعيوننا أكثر خلال يعني فصل الصيف بشكل خاص. صباح الخير. في كثير أسئلة بتنطرح أكيد يعني خلينا نبلش أول شيء بالأشياء الأساسية. واحد بالصيف بنعرف إنه لازم نحط عوينة شمس يكونوا صالحين يعني فعلا يوقفوا الباد سان ريز يوصلوا للعيون، بس شو كمان عشو لازم نخاف عشو لازم ننتبه كمان بالصيفية؟ فمن أكثر قصص بالصيفية اللي منعتها الهمة هي للعيون هي الشمس مثل ما أنت قلت، وواحدة من السؤالات اللي كتير بيسألوها الناس هن عوينات الشمس إذا في شيء محدد فيهم، لأنه منشوف الأسعار غير different prices different brands كل هالأساس. أهم شيء بعوينات الشمس يكون فيهم UV protection which is a common thing. الناس فيهم كتير أوقات بيلتهوا بغير قصص يشوفون بعوينات الشمس وبينسوا أنه أهم part هو الـ protection الـ UV protection، لأن وبيكون مكتوب على العوينات أنه فيهم 100% UV protection. okay. المشكلة بالعوينات اللي ما فيهم UV protection في كتير منهم بيجوا غامقين، يلي هو مش بس أنه ما بيساعدوا بيضروا أكتر حتى، لأنه بيوسع بوب العين وقت يكون معتم من وراء العوينات وبيصير يفوت بعد أكتر UV على العين وريز يلي هن بيأذوا العين. صعب بيحطوا لنا عيننا بشكل انه تنأذي أكتر. صح. لأن اوكي اجمالا العوينات الاوروبيه ما هيك سي اي لما يكون في عليهم اليوروبيان اتحاد اوروبي او شيء هو اللي بيكون كلهم فاتين بالوينين وبالستاندردز اللي مطلوبين. مزبوط، وبيكون كل العوينات الشمس اللي فيهم UV protection بيكون عليهم 100% UV protection مكتوب، اوقات فيك تقشرها اوقات محطوطه من من جوا، وكتير مهمة لأنه فيها تأذي كل البارتس بالعين. يعني منشوف سكان كانسر حول العيون على الجلدة تبع العين، هي جلدة أرق حول العيون فيها تعمل دامج بعد أكتر. جلدة فوق العين؟ كلها فوق وتحت العين، هيدا واحد من المحلات فينا نشوف فيهم سكان كانسر من وراء الشمس. فيها تأذي الكورنية والغشاء من برا تبع العين مثل حرق، كيف تحترق جسمك بيحترق كمان السيرفس تبعها. فيها تخلي الكاتاراكت أو المي الزرقاء تتطور بشكل كتير أسرع، وفيها تأذي الشبكة وتزيد الريسك أنك تعمل نشاف بالشبكة. فهيدا كلهم قصص خاصون بالشمس يلي كتير مهم نهتم نحمي حالنا منهم بالصيف. بالصيفية إجمالا الناس يعني بنفكر بالبحر بنفكر بالسباحة، مية البحر ومية البيسين يلي منا نفس المي. مية البحر يلي بيقولوا جيدة مثلا للأنف، جيدة إجمالا للإنسان إذا كانت أكيد نظيفة، جيدة للعين؟ مية البيسين المشكلة فيها أنه فيها كتير كيميكلز. عم نحكي بحر دجا. البحر مش منيح على العين، أحسن دايما نلبس جوجلز أني تايم عم ننزل تحت المي وما نفتح عيوننا. أول شيء لأنه بتعمل إريتيشن سو بتزعج العين، حتى إذا واحد بحط ملح بعينه بتحرق عينك. صح. سو هيدا أكبر دليل أنه ما مش أنه بتنظف العين أو شيء من هالنوع، لا أبدا أبدا. وفي أنواع بكتيريا معينة بس بتكون موجودة بالمية الملح، وفي اشياء كمان بس بمية البيسين، بالحالتين فيها تأذي العين، او اكثر بتأذيها اذا حدا بيلبس لانسز، وهي اللي هو شيء كثير كومن عندنا، ناس بيلبسوا اللانتي تبعهم كل النهار، بينزلوا على البحر، بينزلوا فيهم، بيفتحوا عيونهم تحت المي مع اللانتي، وبيرجعوا عشية او بيشيلون، او حتى في ناس بيناموا فيهم، وهون انا يعني عن جد ما بعرف، بس اذا سبحتي مع لانسز فتحت عيونك ما بتنشال ما بتروح بالمي؟ فيها توقع بس أكترية الأوقات إذا اللانس فتد مزبوط على العين ما بتتحرك. أوكي. أو فيها إنه إذا إجا مي كتير قوي على العين. أوكي. أو حكيتها فيها توقع أكيد. بس سباحة باللانسز لا. سباحة باللانسز لا، شاور باللانسز لا، كل شيء بالكونتاكت لانسز. هيدي صيف وشتاء. صيف وشتاء 100%. سو كنا عم نحكي عن مية البحر إنه منا عاطلة للعين بس إنه منا جيدة. مية البيسين بيكون فيها كلور. لما بتفتحي عيونك شوي بتتضايقي، هلا في ناس بتتحمل وبتتعود. شيء عاطل؟ شيء عاطل هي بنسميها سويمرز ايز، سو بتحمر وقت نعم الناس بالوقت ذاته بتحمر العين بس بتروح بعدين. بس هي مثل كيميكلز، سو الكيميكلز الموجودين بالبسين هن الكلور الكلورين. الكلورين شو بننظف فيه تنقتل كل شيء موجود على الهيدا. نعم. بس بذات الوقت كمان بيأثر على الخلايا اللي موجودة على الكورنية وعلى العين من برا، وسو فيه يأذي كمان. بنشوفها بالولاد كتير لأنه ما بيلبسوا الجوجلز تبعهم أو ما بحبوا يلبسون، وبيروحوا كل الأكتيفيتيز بالصيف وبيجوا عم بيحكوا عيونهم كتير أو عم بيعملوا بلينكينج كتير، كل هول من وراء الكيميكلز الموجودين بالمي. الولاد إجمالا ما بيحبوا يعني الجوجلز، مثل كأنه بينحطوا لما عم تتمرن سباحة مش لما عم تسبحي هواية يعني. صح، مش هيك بيحمروا شوي العيون. بس للناس يعني
إذا فيه واحد يلبس جوجلز مثل إذا واحد فيه يلبس عينات شمس كل الوقت، هيدا الإيديال اللي بدنا إياه. شو بيصير منه غير موضوع. طيب في جراثيم، بكتيريا، فيروسات تنتقل من المي للعين؟ يعني ممكن تلقطي شيء بالمي من ورا لأنه عين مفتوحة تحت المي؟ في أشياء فيك تلقطها. عادة السيرفس تبع العين الغطاء من برا فيه المناعة تبعه، سو كل الأشياء اللي بتجي عادة فينا نتخلص منها. في ناس عندهم أشياء بتضاعف هيدا المناعة اللي فيهم بيعلى احتمال يلقطوا انفكشنز، واللونتي هو ما عندك شيء قاعد على العين بيعلي عليه البكتيريا وما رح يروح، سو عنده وقت يكبر ويعمل الانفكشن. تعلق البكتيريا بين العين وبين اللنس. صح. بهالمجال الصغير ضيق بينتهم. سو في بكتيريا مثل شو يعني، امراض شو ممكن تلقطي من وراء العين؟ من وراء بالعين، من وراء المي، انفكشنز سبيسيفيك للمي انه اسميهم، في كثير منهم، بس تعمل مثل ارحب القرنيه وفيك تخسر النظر، تخسر العين. أوف. من وراء هون اذا صاروا. يعني في سيناريو ممكن يكون شوي دراماتيكي اذا ما اخذنا ارشادات سلامه، اذا ما تهمينا، اذا ما اخذنا يعني الاحتياطات اللازمه لنحمي العين. كيف بنحمي العين بالصيفين؟ احنا رح ناخذ وقفه كثير سريعه ونرجع نكمل حديثنا مع دكتور أما صدقة. ما في وقفة؟ طيب ما في وقفة، بعد في عنا دقيقتين. حكينا عن مية البحر، حكينا عن مية البيسين. في غير إرشادات سلامة لازم نحسب حسابها بالصيفية؟ بالصيفية واحدة من أهم أساس دايماً منقولها للأهل عندهم أولاد، أنه لازم قبل المدارس نستغل هالفرصة بالصيفية أنه نفحص عيون الأولاد. عادة الريكومنديشنز هي الولد أكيد أول ما يخلق لازم ينفحص، وعادة بينفحص بالمستشفى بين عمر 3 سنين والخمس سنين، كل الأولاد لازم ينفحصوا. بالمدارس عم بيصير في أكثر. سنوياً أو مرة هي كافية؟ أول مرة لازم ينفحصوا بين 3 و5، ومن بعدها سنوياً، لأنه الولد العين بتكبر بهيدا الفترة، يعني لحديت عمر ال 18 بنضلنا نقول كل سنة لازم ينفحصوا العيون تنغير العوينات، تنتأكد أنه ما في كسل أو في فرق بالدرجات اللي بفيه يؤدي لكسل بالعين، يعني هيدا بتخسر النظر لكل حياتك لشي كان فينا نتفاداه على صغر. من 3 سنين قبل المدرسة لازم ينفحصوا. يعني اليوم نحن على في مدارس بعد اسبوعين. صح. بتفتح ابوابها للطلاب يعني للسنه الدراسيه الجديده، دونك هيدي الفتره يلي ببلشوا الاهل يقولوا يلا مثل ما عندنا الكتب والتحضيرات، لازم كمان يلي على كل حال عنده بركه ريسك اكثر من غيره يفحص عينه. صح. هيدا للولاد لحديث عمر 18 الريكومنديشنز هي انفحصوا كل سنه، من بعدها اذا ما في مشاكل بيصير مره كل سنة أو سنتين، بس بعدين بعد عمر الأربعين نرجع منقول كمان لازم كل الناس ينفحصوا. والمنيح أنه في الناس يستفيدوا كمان، بيروحوا مع أولادهم ويستفيدوا من هالفرصة أنه هلأ يتأكدوا أنه ما في مي سودة، ما في مي زرقة، كل الأشياء اللي ما لها عوارض بس فيها تكون تؤدي لمشاكل كتير كبيرة. في اتصال أخذنا السؤال، ما رح نسمع المتصل، كان عم بيقول أنه عيونه بتدمع للحظة ما بيعود يقشع وبيرجع النظر، مزبوط هيك رنا؟ اوكي، دونك بفتره هالفتره بالصيفيه عم بتصير اكثر واكثر بدمعوا العيون كانه ما بيعود يقشع منيح وبيرجع النظر بعدين. هيدي دليله او بتدل على شو؟ فيها تكون كثير اساس، بس وحده من اكثر اشياء عم نشوفها وخصوصا هالسنه بلبنان يلي فيها يكون لها علاقه بالتلوث، انه عندنا كثير الرجيز، كثير حساسيات اكثر بالعيون. الحساسيه هي منها لحالها فيها تخلي انه يصير في تدميع كثير، والنشاف بالعين فيه يخلي انه يصير في دمع كثير. وهون كمان بالصيفية بنتعرض لدخان أكتر، لكلورين أكتر، كل هول بيخلوا العين تصير تنشف وتعمل الألرجيز. العوارض تبعها هي أنه بتصير تدمع العين كتير أو بترعاهن كتير بتحمر. نعم. سو فيه يكون هيدا واحدة من الأساس. ليه بتغبش؟ لأنه الدمع هو مي، سو عندك كأنه غشاء مي على العين اللي بيخلي، أو أنه بتنشف زيت الشيء بتغبش بغمضه وبيفتحه بيرجع كانه بينضف السيرفيس بيرجع بيقشع. هي مي مالحه سلاين الدمع؟ لا الدمع فيها شوي على ملح. حاله حدا باكي اكيد تضايق الدموع ات سام بوينت، شوي مالحه بس مش مالحه مثل مية ملح. لا اوكي. ليش في ناس لما بتطلع من الحمام مرات بعيونهم بيحمروا؟ انه هيدي مية على فتره دقيقتين ثلاثه irritation من الصابون عادة،
سو في المي السخنه اول شيء اللي فيها تعمل بتوسع الشرايين بتحمر، وفي الشامبو الكونديشنر كل الاشياء اللي مستعملها ديورينج الحمام يلي كلها فيها تكون كل شيء بيزعج العين بيفوت على العين بيزعجه، ما في شيء ما فيه يفوت على العين ما يزعجه شوي. سو كل حدا شيء بس رح ناخذ وقفه هلا ونعود ونكمل حديثنا سوا. الاعتناء بالعيون خلال فترة الصيف وموضوعنا مع الدكتور أما صدقة. في اتصال رح ناخده قبل ما نكمل بالأسئلة. صباح الخير. بونجور. بونجور، تفضلي عم نسمعك. بدي أسأل الدكتور عن شيء اسمه كيراتوكونيس. شو هاي؟ تقوس بالقرنية، كيراتوكونيس. أوكي. شو هو إذا شيء مرض صعب؟ شو علاجه؟ شو سببه؟ يا خلي مش كتير موضوعنا بس فينا بركي نقول كلمة عنه نستفيد. هو موضوع كتير كبير. أوكي. هو التقوس بالقرنية، والقرنية بدل ما يكون شكلها جالس مثل نعم. الطابة بيصير فيها محلات منها مزبوط شكلها بتأثر على النظر. هيدا الشيء عنا هي كتير بالمنطقة عنا لبنان والمنطقة هيدا الشيء جيني يعني مثل في له علاقة نعم. بالجيني من يعني عادة بيكون في ناس بالعائلة كمان فيه. أوكي. يكون في ناس بالعائلة عندهم منه. العلاج طبعا في كتير علاجات حسب كيف قدام التقدم. في يكون مشي، في يكون بس عوينات، في يكون بس كونتاكت لانسز العلاج، وفي يكون عملية حسب قديش متطور، لكن حسب قديش متى لقطنا هالمرض وإذا قدرنا بمراحل يعني بدايتها نعالجها. نحن بلشنا عم نحكي عن الصيفية بشكل خاص. شو كمان في بالصيفية بيعرض العين لمخاطر؟ العين حساسة بس بذات الوقت قدرت تحمي حالها. يعني اليوم عرفنا أنه في عندها ممبرين بتلعب دور دفاعي ضد الفيروسات والبكتيريا ما بتدخلها. الدمع هو طريقة بتسمح لها تغسل حالها وتشيل الأشياء اللي بقلبها. يعني حساسة بذات الوقت فيها تدبر حالها. شو في غير مخاطر عليها بالصيفية؟ شمس وما يحكينا عنهم. في شغلتين كثير مهمين بعد، ومنشوف كثير انجريز مثل مش مشاكل بالعيون من وراهن، هن الفايروركس الفرقع، واللي كثير عنا فرقع اعراس كل الاعياد بالصيفيه بدنا نسمع فرقع. والمكان الحلقه كنا بنعملها من جمعتين. من جمعتين مزبوط قبل كل الاعياد. الفرقع والكل شيء الاكتيفيتيز اللي بنعملها برا، يعني ان كان الكبار بيعملوا النشاطات برا اوت دورز او الاولاد كل الاشياء اللي بيعملوها برا. يعني في كثير اشياء بنعملها منها فيها يطير منها شيء يجي بعيننا، فيشينج بيجي كثير ناس. هلا هول مخاطر بالهوايات، يعني ما رح نقعد بالبيت كمان، ما رح نزرب حالنا. واحد مثل ما بيهتم بعينه مثل ما يعني سنارة الصياد فيها تجرح له ايده. صح، بس اذا جرحت لك ايدك بدلك اتس فاين. اذا جرحت لك عينك فيك تخسر عينك كومبليتلي. نعم. ما عم نقول الناس ما يعملون، بالعكس لازم يعملون، والاولاد لازم يعملوا كل الاكتيفيتيز تبعهم، بس فينا نعملهم مع يعني في اشياء معروفه انه في اعلى ريسك فيها. أوكي. انه تاذي. في نلبس عوينات، كود بي عوينات الشمس يعني كمان بروتكشن. بروتكشن لانه هالنشاطات بتزيد بالصيفيه، فاحتمال اكثر واحد يجرح حاله. صح. والفرقع كثير اتس انفورشنت كثير بيجوا اولاد مروحين حالهم لأنه طلع فيهم فرقع. أوكي، شكرا على الحديث حول الاعتناء بعيوننا. نحن رح ناخذ بريك ونكمل اللايف.